أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في اليمن أحكاما بالإعدام على 4 من أتباع الحوثي الذين شاركوا في التمرد عام 2008 ضد الجيش في مديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء. كما قضت المحكمة بعقوبة الحبس ل 10 آخرين بمدة تراوحت بين 5 و12 سنة. من جهة أخرى، أفاد مراسل العربية في صنعاء أن البحرية اليمنية احتجزت أمس سفينة إيرانية محملة بأسلحة مضادة للدروع، وذلك قبالة شواطئ ميدي في البحر الأحمر عند أقصى الشمال الغربي لليمن. وأكدت معلومات موثوقة أنه تم القبض على 5 إيرانيين وهندي كانوا على متن السفينة، وجرى نقلهم على الفور إلى صنعاء حيث بدأت أجهزة الأمن التحقيق معهم. وأوضحت المصادر أن السفينة كانت في طريقها إلى تفريغ حمولتها من الأسلحة بالقرب من منطقة حرب لإيصالها إلى المتمردين الحوثيين. وكان على متن السفينة خبراء سلاح ومدربون جاءوا إلى اليمن للانضمام إلى المتمردين الحوثيين والحلول مكان خبراء ومدربين إيرانيين يعتقد أنهم جرحوا أو ربما قتلوا في المعارك.